15 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف مواقع ميليشيات إيرانية في دمشق. بريطانيا تعلن إحباط 15 مخططا إيرانيا لعمليات خطف وقتل معارضين. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. استهدفت ضربات إسرائيلية عدة مناطق في قلب العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن قتل 15 شخصا على الأقل، وإحدى الغارات طالت حي كفرسوسة واستهدفت مبنى سكني في المنطقة ذاتها التي اغتيل فيها القيادي السابق بحزب الله عماد مغنية. ويبدو أن الغارات جميعا طالت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية وميليشيا حزب الله اللبنانية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات يبدو أنها طالت شخصية إيرانية أو من حزب الله اللبنانية. ضربات وليس ضربة واحدة في دمشق، على الأقل في منطقة المزرعة هناك دمار في منزل ومعلومات عن خسائر بشرية، في كفر صوصة منزل انهار بشكل شبه كامل في هذا الحي أو هذه المنطقة التي توجد فيها مركز إيراني ثقافي أو أحد المراكز التابعة للإيرانيين. أيضا كان هناك انفجار شديد في جنوب دمشق المنطقة الواقعة بين السيدة زينب والمطار، وأيضا كان هناك في محافظة السويداء يوجد دفاعات جوية جرى استهدافها في كفر صوصة مثل ما قلنا المدرسة الإيرانية. هل سقط الصاروخ بالفعل على المدرسة الإيرانية أم على مبنى بالقرب المدرسة الإيرانية؟ إذا ما كان الاستهداف الإسرائيلي لمبنى، هذا يدل بأن إسرائيل لديها معلومات عن وجود شخصية ما إيرانية أو لحزب الله أو شخصية مهمة حقيقة الأمر. أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت مع شركائها المحليين غارة بطائرة هليكوبتر في شمال شرق سوريا أمس أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قياديي داعش يدعى بطار، وهو متورط في التخطيط لهجمات على مراكز الاحتجاز الخاضعة لحراسة قوات سوريا الديمقراطية قسد وتصنيع العبوات الناسفة. رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني نفى وجود داعش اليوم كتنظيم يسيطر على الأرض في العراق، موضحا في تصريح خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن أن الجماعات المسلحة النشطة في العراق هي عبارة عن عصابات منهزمة تلاحقها الأجهزة الأمنية. كما نوه السوداني بإمكانات وقدرات الأجهزة الأمنية العراقية المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش. وقال السوداني إن العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، ولكن المستشارين في الأمن والتشاور مشددا على أن أمريكا شريك استراتيجي للعراق. وفيما يتعلق باجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال السوداني إنه لمس تفهما وتأييدا واضحين لإصلاحات حكومته الاقتصادية من الجانب الأمريكي. في قرار جديد باتساع الاحتجاجات في إيران، أعلن نائب وزير الاستخبارات الإيراني حسين حجتي أن سلطات النظام استعانت بنحو 30,000 من قوات الأمن لاحتواء المظاهرات، وقال إن هذه القوات الأمنية عملت مع قوات أخرى لمواجهة الاحتجاجات التي وصفها بالفتنة. وأشار حجتي إلى تشكيل مكتب أمني برئاسة نساء في جميع أنحاء البلاد في العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 من مارس من هذا العام، وهو ما يعني تكثيف الرقابة على أداء الموظفات في المكاتب. أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن شرطة مكافحة الإرهاب أعلنت إحباط 15 مخططا إيرانيا لخطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران أعداء للنظام الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن إحباط المخططات جاء بعد ساعات على إعلان قناة إيران إنترناشونال غلق استديوهاتها في لندن ونقل البث إلى واشنطن. وبحسب الجارديان، أكد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية مات جوكس، أكد أن قرار القناة جاء على خلفية تصاعد التهديدات من دول معادية. ونقلت الصحيفة عن جوكس قوله إن مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية اتخذت خلال العامين الماضيين للتعامل مع تهديدات لأهداف أخرى مقرها المملكة المتحدة. أعرب وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن القلق مما وصفوه بالتصعيد النووي الإيراني. ودعا وزراء الخارجية في بيان لهم خلال اجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إيران إلى التراجع عن سياسة التصعيد النووي. وناقش الوزراء المخاوف من زيادة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية أكدوا كذلك على تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل استمرار انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، واتفقوا على مواصلة التنسيق لمواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار. أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى تحذير إيران من تكنولوجيا تطوير المسيرات والصواريخ البالستية، لافتا إلى أنها تجاوزت منطقتنا العربية. من وجهة نظرنا، حذرنا مرارا من التكنولوجيا الإيرانية في تطوير المسيرات والصواريخ البالستية، وحقيقة إنها الآن تجاوزت منطقتنا وليست بالأمر المفاجئ لنا، ونعتبر هذا تنبيها علينا معالجة تكنولوجيا المسيرات الإيرانية وتأثيرها، ونؤمن بأن ذلك يجب أن يتم عبر الحوار، وهذه القضية دائما مطروحة، وأوضحنا لإيران أن نشر التسلح بأي كان غير مفيد للمنطقة. من المرتقب أن توقع الأطراف السودانية على صيغة محدثة لاتفاق جوبا اليوم بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كيير. البرهان قال إن الجيش ليس موالياً لأي حزب. الجيش ما عندنا حزب ولا موالي لنا لزول ولا عندنا حاجة مع زول، لأن حقنا الشعب السوداني ده وبنتمر بإمرته. في مجموعات بتحاول تصطاد وتحاول تتبنى مواقف للجيش، الجيش ما عنده حزب، لا له حزب يتبنى موقفه ولا هو يتبنى له موقف حزب. الجيش ده مؤسسة مستغلة، إذا دخلت في السياسة بتخرب البلد، وإذا دخلت السياسة في الجيش بتخرب الجيش. عشان كده نبعد الجيش ده من السياسة، ونقول للسياسيين إذا كانوا بيجاي بيجاي، ما في زول يزاوج باسم الجيش. في ناس استغلوا الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت وبدوا يقولوا انه الجيش عدو لفئة معينة، احنا ما عدو، لا عدو للحرية ولا التغيير، لا عدو للكتلة الوطنية ولا موالين لده ولا ده ولا ده. كل الناس دي سودانيين وعندنا زي بعض ودارين انهم يتفقوا عشان البلد دي تمشي للأمام. أصدر الرئيس التونسي قراراً بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات. وقالت رئاسة الجمهورية إنها بأمر من الرئيس دعت المسؤولة الأوروبية لمغادرة تونس خلال 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه، بعد أن أدلت بتصريحات اعتبرت تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي. إذاعة موزاييك نقلت عن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن قرار ترحيل لينش وصمة عار لا تشرف تونس وستضر بمصالحها. أنا هنا لأشجع على الحوار مع النقابات، الحوار الذي يتعلق بالوقوف على المشاكل وتطوير الحلول، والحوار الذي يفضي إلى حلول تخص العمل.
أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة اعتبر أن الخناق يشتد على السلطة داخليا وخارجيا، داعيا إلى توحيد الصف لإحداث تغيير على رأس السلطة. الشابي أشار إلى أن رقعة المقاومة تتسع وأن الوقت حان لتتجاوز المعارضة ما يفرقها وتأجيل الخلافات لحين عودة الشرعية. الشابي قال إن الاستقرار هو شرط لحل الأزمة الاقتصادية في ظل قيادة تملك رؤى وقدرة على توحيد التونسيين عبر الحوار. ضرب زلزال بقوة 5 درجات و20 درجة على مقياس ريختر تركيا مساء السبت بحسب المركز الأوروبي لرصد الزلازل. ووفقا للرصد يقع مركز الزلزال شمال غرب مدينة كهرمان مرعش التي تضررت بشكل هائل من الزلزال الأول وعلى عمق 10 كيلومترات. وشعر السكان بالهزات الأرضية في كهرمان مرعش وفي أديمان وغازي عنتاب المجاورتين. إلى ذلك قال رئيس إدارة الكوارث في تركيا إن جهود البحث والإنقاذ التي شاركت فيها 80 دولة ستنتهي مساء اليوم الأحد في 10 مقاطعات، لافتا إلى أن قرابة 20 مبنى متبقيا في كهرمان مرعش بينما يتواصل العمل في أديمان. وأوضح المسؤول أن عدد القتلى ارتفع إلى 40,642 قتيلا في تركيا، وأن أكثر من 5,700 هزة ارتدادية حدثت منذ بدء الزلزال قبل 13 يوما وحتى الآن. قصفت القوات الأوكرانية منطقة كيفيسكي وبلدة ياسينو فاتايا في جمهورية دونيتسك الانفصالية ب12 قذيفة مدفعية مع الساعات الأولى من صباح اليوم وفق مكتب مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. من جانبه دمر الجيش الروسي معقل القوات الأوكرانية في لوغانسك شرق أوكرانيا بصاروخين حراريين وفقا لتقارير إعلامية. ختام هذه النشرة مشاهدينا، دائما يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء. سنوات أحد تماما حصلت الواحد على فطور ربع رغيف مع 3 حبات زيتون. شو أبرز الأمراض اللي واجهتوها في المعتقل؟ كثير بسجن تدمر انقطاع تام عن الخارج نهائيا. هلا في ناس محكموا براءة، ينحكموا براءة في داخل المعتقل ويطلعوهم؟ لا ضلوا كافي مهجع بتدمر اسمه مهجع البراءة. الناشط السياسي والروائي السوري مصطفى خليفة، الذاكرة السياسية، الجزء 3، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟
15 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف مواقع ميليشيات إيرانية في دمشق. بريطانيا تعلن إحباط 15 مخططا إيرانيا لعمليات خطف وقتل معارضين. التحالف الدولي ينجح باعتقال قيادي في داعش في عملية شمال سوريا، والسودان يؤكد ألا وجود للتنظيم في العراق. أجدد التحايا مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. استهدفت ضربات إسرائيلية عدة مناطق في قلب العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن قتل 15 شخصا على الأقل، وإحدى الغارات طالت حيكة فرسوسة واستهدفت مبنى سكني في المنطقة ذاتها التي اغتيل فيها القيادي السابق بحزب الله عماد مغنية. ويبدو أن الغارات جميعا طالت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات يبدو أنها طالت شخصية إيرانية أو من حزب الله اللبناني. ضربات وليس ضربة واحدة في دمشق، على الأقل في منطقة المزرعة هناك دمار في منزل ومعلومات عن خسائر بشرية، في كفر سوسة منزل انهار بشكل شبه كامل في هذا الحي أو هذه المنطقة التي توجد فيها مركز إيراني ثقافي أو أحد المراكز التابعة للإيرانيين. أيضا كان هناك انفجار شديد في جنوب دمشق، المنطقة الواقعة بين السيدة زينب والمطار، وأيضا كان هناك في محافظة السويداء يوجد دفاعات جوية جرى استهدافها في كفر سوسة مثل ما قلنا المدرسة الإيرانية. هل سقط الصاروخ بالفعل على المدرسة الإيرانية أما على مبنى بالقرب المدرسة الإيرانية؟ إذا ما كان الاستهداف الإسرائيلي لمبنى، هذا يدل بأن إسرائيل لديها معلومات عن وجود شخصية ما إيرانية أو لحزب الله أو شخصية مهمة حقيقة الأمر. أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت مع شركائها المحليين غارة بطائرة هليكوبتر في شمال شرق سوريا أمس أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قياديي داعش ويدعى بطار، وهو متورط في التخطيط لهجمات على مراكز الاحتجاز الخاضعة لحراسة قوات سوريا الديمقراطية قسد وتصنيع العبوات الناسفة. رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني نفى وجود داعش اليوم كتنظيم يسيطر على الأرض في العراق، موضحا في تصريح خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن أن الجماعات المسلحة النشطة في العراق عبارة عن عصابات منهزمة تلاحقها الأجهزة الأمنية. كما نوه السوداني بإمكانات وقدرات الأجهزة الأمنية العراقية المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش. وقال السوداني إن العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، ولكن لمستشارين في الأمن والتشاور، مشددا على أن أمريكا شريك استراتيجي للعراق. وفيما يتعلق باجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال السوداني إنه لمس تفهماً وتأييداً واضحين لإصلاحات حكومته الاقتصادية من الجانب الأمريكي.
في قرار جديد باتساع الاحتجاجات في إيران، أعلن نائب وزير الاستخبارات الإيراني حسين حجتي أن سلطات النظام استعانت بنحو 30,000 من قوات الأمن لاحتواء المظاهرات، وقال إن هذه القوات الأمنية عملت مع قوات أخرى لمواجهة الاحتجاجات التي وصفها بالفتنة. وأشار حجتي إلى تشكيل مكتب أمني برئاسة نساء في جميع أنحاء البلاد في العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 من مارس من العام الجاري، وهو ما يعني تكثيف الرقابة على أداء الموظفات في المكاتب. أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن شرطة مكافحة الإرهاب أعلنت إحباط 15 مخططاً إيرانياً لخطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران أعداء للنظام الإيراني. وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن إحباط المخططات جاء بعد ساعات على إعلان قناة إيران إنترناشونال غلق استديوهاتها في لندن ونقل البث إلى واشنطن. وبحسب الجارديان، أكد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية مات جوكس أكد أن قرار القناة جاء على خلفية تصاعد التهديدات من دول معادية. ونقلت الصحيفة عن جوكس قوله إن مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية اتخذت خلال العامين الماضيين للتعامل مع تهديدات لأهداف أخرى مقرها المملكة المتحدة. أكدت وزيرات خارجية 11 دولة دعم بلادهن للإيرانيات والإيرانيين في كفاحهم اليومي من أجل حقوقهم وحريتهم، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران. الوزيرات قلنا في البيان خلال مشاركتهن في مؤتمر ميونخ للأمن إن كفاح الإيرانيات والإيرانيين يظهر أنه حيثما تكون المرأة في أمان يكون الجميع آمنين، ليس في إيران وأفغانستان فحسب بل في جميع أنحاء العالم. كما أدان البيان مسعى طالبان لاستبعاد النساء من الحياة العامة. أعرب وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن القلق مما وصفوه بالتصعيد النووي الإيراني. ودعا وزراء الخارجية في بيان لهم خلال اجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إيران إلى التراجع عن سياسة التصعيد النووي. وناقش الوزراء المخاوف من زيادة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية أكدوا كذلك تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل استمرار انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، واتفقوا على مواصلة التنسيق لمواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار. أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى تحذير إيران من تكنولوجيا تطوير المسيرات والصواريخ الباليستية، لافتا إلى أنها تجاوزت منطقتنا العربية. من وجهة نظرنا حذرنا مرارا من التكنولوجيا الإيرانية في تطوير المسيرات والصواريخ الباليستية، وحقيقة إنها الآن تجاوزت منطقتنا وليست بالأمر المفاجئ لنا، ونعتبر هذا تنبيها علينا معالجة تكنولوجيا المسيرات الإيرانية وتأثيرها، ونؤمن بأن ذلك يجب أن يتم عبر الحوار، وهذه القضية دائما مطروحة. وأوضحنا لإيران أن نشر التسلح بأي كان غير مفيد للمنطقة. من المرتقب أن توقع الأطراف السودانية على صيغة محدثة لاتفاق جوبا اليوم بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سيلفا كيير. البرهان قال إن الجيش ليس مواليا لأي حزب. قال والله نحن ذيل في الجيش ما عندنا حزب ولا موالي لنا لزول ولا عندنا حاجة مع زول، لأن حقنا الشعب السوداني ده وبنتمر بإمرته. في مجموعات بتحاول تصطاد وتحاول تتبنى مواقف للجيش، الجيش ما عنده حزب، لا له حزب يتبنى موقفه ولا هو يتبنى له موقف حزب. الجيش ده مؤسسة مستغلة، إذا دخلت في السياسة بتخرب البلد، وإذا دخلت السياسة في الجيش بتخرب الجيش. عشان كده نبعد الجيش ده من السياسة، ونقول للسياسيين إذا كانوا بيجاي بيجاي، ما في زول يزاول باسم الجيش. في ناس استغلوا الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت وبدوا يهولوا ثاني الجيش
عدو لفئة معينة، نحن ما عدو، لا عدو للحرية ولا التغيير، لا عدو للكتلة الوطنية ولا موالين لده ولا هذا ولا هذا. كل الناس غير سودانيين وعندنا زي بعض ودارينهم يتفقوا عشان البلد دي تمشي للأمام. احنا الناس يتفقوا عشان الناس يمشوا للأمام، نحن كلهم عندنا واحد، نحن عندنا حاجة واحدة بتطلعنا، قضيتنا هي قضية وطنية، قضية البلد، قضية السودان. دي الحاجة اللي بتخلينا نحن ندعم الناس اللي بيدعموا السودان. وما أظن عندنا قوة وطنية الآن في الساحة ما قاعد تدعم السودان ولا قاعد تدعم وحدة السودان ولا قاعد تدعم بناء السودان. عشان كده إحنا أي زول يمشي لمصلحة السودان لتقدمه لخروجه من الأزمات اللي هو فيها دي إحنا هندعمه. والناس اللي بيتكلموا عن إنهاء الانقلاب وإنهاء نحن دارين ننتهي من الوضع ده، ما في زول بيفرض علينا، نحن دارين ننتهي منه. نحن عملناه عشان نعدل حال البلد. وإذا حل البلد انعدل الآن نحن طوال مستعدين نزح نمشي نخلي الناس اللي بيعدلوا البلد يسووها ويمشوها لقدام. فالناس اطمئنوا، نحن حريصين كأنه الناس كلهم يقعدوا على صعيد واحد يحافظوا على البلد. ابعدوا من المزايدة باسم الجيش. المرة اللي فاتت كان في ناس بيزايدوا، هسه في ناس ثانيين بتخيلوا أنه الجيش ضد زيد أو ضد عبيد ودارين يستفيدوا من الموقف ده. نحن نقول لهم أبداً ما تستغلوا موقف الجيش لصالحكم، ما في زول يستغل موقف الجيش ده لصالح. نحن موقفنا موقفكم، انتوا دير الموقف دير. انتوا دير دارين البلد آمنة. دارين البلد آمنة، دارين الصحة، دارين التعليم، دارين تأمنوا في بلدكم وفي ما يكونوا في عيالكم. ده هدفنا نحن كلنا. نحن بنحييكم وبنقول لكم نحن والله بيكون ومعاكم كلنا. يجب أن نمضي بهذه الدولة السودانية ونجنبها شر الفتن وشر المشاكل. نحن ما القوات المسلحة أصلاً ما بتبتدر المشاكل ولا بتشاكل، ما بتلعب تشاكل زول ولا ما عندنا حاجة. نحن عدونا الوحيد هو من يستهدف السودان، من يعادي شعب السودان، من يقف في وجه السودان. ما عندنا حاجة، لكن ما حننجر لأي مواجهة لا مع حزب ولا مع فئة ولا مع مجموعة. أصدر الرئيس التونسي قراراً بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات. وقالت رئاسة الجمهورية إنها بأمر من الرئيس دعت المسؤولة الأوروبية لمغادرة تونس خلال 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه بعد أن أدلت بتصريحات اعتبرت تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي. إذاعة موزايك نقلت عن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن قرار ترحيل لينش وصمة عار لا تشرف تونس وستضر بمصالحها. أنا هنا لأشجع على الحوار مع النقابات، الحوار الذي يتعلق بالوقوف على المشاكل وتطوير الحلول، والحوار الذي يفضي إلى حلول تخص العمل. أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة اعتبر أن الخناق يشتد على السلطة داخليا وخارجيا، داعيا إلى توحيد الصف لإحداث تغيير على رأس السلطة. الشابي أشار إلى أن رقعة المقاومة تتسع وأن الوقت حان لتجاوز المعارضة ما يفرقها وتأجيل الخلافات لحين عودة الشرعية. الشابي قال إن الاستقرار وهو شرط لحل الأزمة الاقتصادية في ظل قيادة تملك رؤى وقدرة على توحيد التونسيين عبر الحوار. تاع القطاع العام وليو قبل كنا نحكي ويمدوا بليمين يهزوا بليمين. يبقى أخوتي بالفعل شادي في سرع المعتقلين، شادي شادي
في الحقيقة معناها شيء مزعج. هذا يقول الحكومات اللي بتبيت. بعد أن عرفها العالم بالطفلة المعجزة، اجتمع شمل الطفلة السورية الرضيعة التي أنقذت من تحت الأنقاض في جنديرس وتم تسليمها إلى عمتها وزوجها، وسميت عفراء على اسم والدتها المتوفاة إلى جانب أفراد أسرتها في كارثة الزلزال المدمر. وقال زوج عمة الطفلة خليل السوادي إن هذه الطفلة تعني الكثير له ولأسرته، مضيفا أنها ستبقى ذكرى له ولزوجته ولجميع الأقارب في قرية والديها. شعوري ما ينوصف يا أبو لا، والله ما ينوصف. فرحة هاي يعني صار لها 10 أيام شفتني عايش على أعصابي، يعني عم استنى هاللحظة هاي والحمد لله. معي زوجتي وابني والحمد لله، يعني كله قانوني، أمورنا كلها قانونية، صارت إجراءات كلها قانونية. ضرب زلزال بقوة 5 درجات و10 درجة على مقياس ريختر تركيا مساء السبت بحسب المركز الأوروبي لرصد الزلازل. ووفقا للرصد، يقع مركز الزلزال شمال غرب مدينة كهرمان مرعش التي تضررت بشكل هائل من الزلزال الأول وعلى عمق 10 كيلومترات. وشعر السكان بالهزات الأرضية في كهرمان مرعش وفي أديمان وغازي عنتاب المجاورتين. من جانبه قال رئيس إدارة الكوارث في تركيا إن جهود البحث والإنقاذ التي شاركت فيها 80 دولة ستنتهي مساء اليوم الأحد في 10 مقاطعات، لافتا إلى أن قرابة 20 مبنى متبقى في كهرمان مرعش بينما يتواصل العمل في أديمان. أوضح المسؤول أن عدد القتلى ارتفع إلى 40,642 قتيلا في تركيا، وأن أكثر من 5,700 هزة ارتدادية حدثت منذ بدء الزلزال قبل 13 يوما وحتى الآن. سوريا والله قلت أقدر أروح أودع أهلي، بجبت الزلزال النوبي بدي أروح أشوف أهلي، يعني الدنيا بثواني شلمتنا كنا. جينا على سوريا يعني هون نشوف قرايبنا واهلنا وكل شيء، يعني افضل اجازه بخير وسلامه يعني هونيك، وما في ضل يعني هونيك لا شغله ولا عامله، يعني مرعش منكوبه بشكل عام. يعني حسينا انه يوم الايام بدها تقيم، البيت كله صدع صوت تصديع البيت وطقطقه البيت سمعانينا، نحن كنا نزلنا مطر برد حوافة ما لنا لابسين، نزلنا البيت الصداع ما حد طبعا ما نحسن نرجع عليه. الليل كنا قاعدين انا واخواتي ولا ما شفنا غير صور زلزال، كنا انا واخوي قاعدين تحت لغزاني طبت على اخوي، الحمد لله بس ما صار له شيء. نزلنا من البيت وقفنا تحت بناي ولا ما شفنا غير بيتنا وقع. جيت هلا من هاتاي صار فيها طبعا زلزال، هي 10 ولايات، هي 9 ولايات ثانية، دمار كبير وشيء يعني فوق الوصف. والله جينا يعني على سوريا البيوت كلها تهدمت وما تم، حتى بيتي شقق، يعني البيت اللي ساكنه أنا شقق الحمد لله رب العالمين. عند بنت هذه نزل عليها البيت بسكندرون والحمد لله طلعت سالمة هي وأختها وجوزها يعني ولادها طلعوا سالمين كمان الحمد لله، وهلو جماعي هون يعني الحمد لله رب العالمين. قصفت القوات الأوكرانية منطقة كيفيسكي وبلدة ياسينوف تايا في جمهورية دونيسك الانفصالية ب12 قذيفة مدفعية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، وفق مكتب مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. من جانبه دمر الجيش الروسي معقلا للقوات الأوكرانية في لوغانسك شرق أوكرانيا بصاروخين حراريين وفقا لتقارير إعلامية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع البلدان المشاركة في مؤتمر ميونخ تقريبا مصممة على مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا.
نواصل التنسيق مع شركائنا بشكل وثيق وعلى قدر الإمكان من أجل أن نقدم لأوكرانيا الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني. التضامن مع أوكرانيا ودعمها لا يزال أقوى من أي وقت مضى، وهناك تصميم كبير بين جميع البلدان الممثلة هنا تقريبا على مواصلة هذا الدعم وضمان انتصار أوكرانيا وصمودها في وجه العدوان الروسي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تشاور هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل منفصل، وكرر دعم بلاده لحل الدولتين وحض الطرفين على إعادة الهدوء. وأضاف برايس أن بلينكين أكد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل. بدأ الفلسطينيون في مخيم شعفاط شمال القدس الشرقية ما قالوا إنها حركة عصيان مدني شملت إضراباً وإغلاق طرقات المخيم، وانضمت أحياء العيسوية والسواحرة وجبل المكبر إلى الإضراب احتجاجاً على ما يصفه المقدسيون بحملة التنكيل التي شنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من هدم للمنازل وتحرير مخالفات سير بالجملة من قبل الشرطة الإسرائيلية وتقييد حرية التنقل وحملة الاعتقالات. الوزير الإسرائيلي رد بأن الإجراءات التي وصفها بالعقابية ستستمر بشكل مكثف. في مدينة القدس كما أغلقت مخيم شعفاط، أغلق الآن مفرق عناتة كما ترون، يتم إغلاق مفرق عناتة، أغلق مفرق مخيم شعفاط والآن يتم إغلاق مفرق عناتة. منطقة عناتة ومنطقة مخيم شعفاط منطقة واحدة وتم إغلاقها بالكامل، حاليا في هذه الساعة تغلق المنطقة بالكامل، منطقة مخيم شعفاط ومنطقة عناتة كما ترون في الفيديو، إغلاق كامل للشارع، ما في طريق لا من المخيم ولا من عناتة، وراح نضل معكم على المتابعة. هاي شوارع سلوان. فيديو من مفرق عناتة، حاليا مفرق عناتة مغلق إغلاق كامل، كما هو مفرق مخيم شعفاط مغلق إغلاق كامل، والعصيان المدني في منطقة عناتة ومخيم شعفاط مفرق عناتة مغلق إغلاق كامل. هذه آخر الأخبار من مفرق عناتة حاليا. هاي شوارع سلوان وتحت مولعين الحاويات. أفاد مراسل الحدث أن نحو 130 ألف إسرائيلي شاركوا في الاحتجاج الأسبوعي الليلة الماضية في تل أبيب ضد ما يوصف بالانقلاب على نظام القضاء في إسرائيل. كما تظاهر المئات من اليمين في القدس الغربية، حيث احتجوا أيضا على محاولة إضعاف القضاء من قبل الحكومة. وقال زعيم المعارضة يائر لابيد إن إسرائيل توشك على فقدان الولايات المتحدة الحليفة، إذ أنها تبدو قلقة بسبب الانقلاب على نظام القضاء في إسرائيل. يواجه مغاربة صعوبات في الحصول على الخدمات الطبية بسبب عدم توفرهم على مصاريف العلاج، فيطرقون باب جمعيات غير حكومية متخصصة في تقديم الدعم المالي والطبي. وفي مدينة طنجة شمالي المغرب تنتظر جمعية يلا نتعاون الحصول على تبرعات لتقديم المساعدة للعلاج لمئة مريض على الأقل في الربع الأول من العام الجاري.
تنتظر بشرى التي تبلغ من العمر 8 أعوام التحضيرات لتخضع لجراحة عاجلة في قلبها الصغير، جراحة تكفلت جمعية خيرية بتكاليفها بسبب عدم تمتع الأسرة بغطاء من التأمين الطبي. بنيته عندها القلب، العروق ما كيدفعولهاش الدم للرية، وعندها جوج العروق مخنوقين وعاد ثقبة في القلب. هاد الجمعيات هادو كيجيو كيجيبوا لنا المرضى، يقولوا لنا فوالا هذه الحاله ديال هذا المريض اللي ما يجي ما عنده ماديا لا يمكنه ان يتكلف بالصوائر ديال العمليه وداك الشيء، واش ممكن لكم نتوما تعاونونا وحنا نعاونوكم ونعاونوا المريض. في عياده طبيه يكشف الدكتور محمد مطاع تطري على السيده حنان قبل اتخاذ قرار باجراء الجراحه التي تتكفل بها ايضا جمعيه خيريه غير حكوميه. جات خصني ندوز على القوات، عند القوات خصني ندوز عليهم باش نعمل العمليه عليهم. هذا خص يكون عمل انساني، الطبيب خص يكون عنده واحد النباله بانه يدير الفعل الخير وما يكونش فيه وراه الماده. نحن كنعرفوا بان كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيكونش عندهم ديك لاكسي او الولوج الى التطبيب. في العام الماضي انفقت جمعيه يلا نتعاونوا الخيريه أكثر من 5 ملايين درهم مغربي لتغطية عمليات جراحية لنحو 700 مريض ممن لا يشملهم التأمين الصحي. إنقاذ الأرواح وإنقاذ الناس ولتجيبهم من أبعد الأماكن الممكنة، وحتى في المدن كنلقاو حالات اللي هي في مدينة ومن أصعب الحالات اللي تقدر تنزل عليك بالغلاء ديال العملية اللي حنايا ممكن تجينا أو لا تغطية صحية اللي ما كيناش. بترحيب كبير استقبلت جمعيات غير حكومية مغربية تنشط في مجال مساعدة المرضى الفقراء المبادرة الملكية المغربية غير المسبوقة لتوفير تغطية صحية شاملة لكل المغاربة بما فيهم الفقراء. عادل الزبيري، الحدث من مدينة طنجة في شمال المغرب. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دائما شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. حديث اليوم يحكى عن تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشري. مفتاح الحل لأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستقبلة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية وفق أيديولوجيته. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث.
15 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف مواقع ميليشيات إيرانية في دمشق. بريطانيا تعلن إحباط 15 مخططا إيرانيا لعمليات خطف وقتل معارضين. التحالف الدولي ينجح باعتقال قيادي في داعش في عملية شمال سوريا، والسودان يؤكد أن لا وجود للتنظيم في العراق. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. استهدفت ضربات إسرائيلية عدة مناطق في قلب العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن قتل 15 شخصا على الأقل، وإحدى الغارات طالت حي كفر سوسة واستهدفت مبنى سكني في المنطقة ذاتها التي اغتيل فيها القيادي السابق بحزب الله عماد مغنية. ويبدو أن الغارات جميعا طالت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية وميليشيا حزب الله اللبنانية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات يبدو أنها طالت شخصية إيرانية أو من حزب الله اللبنانية. ضربات وليس ضربة واحدة في دمشق، على الأقل في منطقة المزرعة هناك دمار في منزل ومعلومات عن خسائر بشرية، في كفر سوسة منزل انهار بشكل شبه كامل في هذا الحي أو هذه المنطقة التي يوجد فيها مركز إيراني ثقافي أو أحد المراكز التابعة للإيرانيين. أيضا كان هناك انفجار شديد في جنوب دمشق المنطقة الواقعة بين السيدة زينب والمطار، وأيضا كان هناك في محافظة السويداء يوجد دفاعات جوية جرى استهدافها في كفر سوسة مثل ما قلنا المدرسة الإيرانية. هل سقط الصاروخ بالفعل على المدرسة الإيرانية أم على مبنى بالقرب المدرسة الإيرانية؟ إذا ما كان الاستهداف الإسرائيلي لمبنى، هذا يدل بأن إسرائيل لديها معلومات عن وجود شخصية ما إيرانية أو لحزب الله أو شخصية مهمة حقيقة الأمر. أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت مع شركائها المحليين غارة بطائرة هليكوبتر في شمال شرق سوريا أمس أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادي داعش يدعى بطار، وهو متورط في التخطيط لهجمات على مراكز الاحتجاز الخاضعة لحراسة قوات سوريا الديمقراطية قسد وتصنيع العبوات الناسفة. رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني نفى وجود داعش اليوم كتنظيم يسيطر على الأرض في العراق، موضحا في تصريح خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن أن الجماعات المسلحة النشطة في العراق هي عبارة عن عصابات منهزمة تلاحقها الأجهزة الأمنية. كما نوه السوداني بإمكانات وقدرات الأجهزة الأمنية العراقية المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش. وقال السوداني إن العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، ولكن المستشارين في الأمن والتشاور مشددا على أن أمريكا شريك استراتيجي للعراق. وفيما يتعلق باجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال السوداني إنه لمس تفهما وتأييدا واضحين لإصلاحات حكومته الاقتصادية من الجانب الأمريكي. في قرار جديد باتساع الاحتجاجات في إيران، أعلن نائب وزير الاستخبارات الإيراني حسين حجتي أن سلطات النظام استعانت بنحو 30,000 من قوات الأمن لاحتواء المظاهرات، وقال إن هذه القوات الأمنية عملت مع قوات أخرى لمواجهة الاحتجاجات التي وصفها بالفتنة. وأشار حجتي إلى تشكيل مكتب أمني برئاسة نساء في جميع أنحاء البلاد في العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 من مارس من هذا العام، وهو ما يعني تكثيف الرقابة على أداء الموظفات في المكاتب.
أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن شرطة مكافحة الإرهاب أعلنت إحباط 15 مخططا إيرانيا لخطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران أعداء للنظام الإيراني. وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن إحباط المخططات جاء بعد ساعات على إعلان قناة إيران إنترناشونال غلق استديوهاتها في لندن ونقل البث إلى واشنطن. وبحسب الجارديان، أكد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية مات جوكس أكد أن قرار القناة جاء على خلفية تصاعد التهديدات من دول معادية. ونقلت الصحيفة عن جوكس قوله إن مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية اتخذت خلال العامين الماضيين للتعامل مع تهديدات لأهداف أخرى مقرها المملكة المتحدة. أعرب وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن القلق مما وصفوه بالتصعيد النووي الإيراني. ودعا وزراء الخارجية في بيان لهم خلال اجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إيران إلى التراجع عن سياسة التصعيد النووي. وناقش الوزراء المخاوف من زيادة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية أكدوا كذلك على تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل استمرار انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، واتفقوا على مواصلة التنسيق لمواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار. أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى تحذير إيران من تكنولوجيا تطوير المسيرات والصواريخ البالستية، لافتا إلى أنها تجاوزت منطقتنا العربية. من وجهة نظرنا، حذرنا مرارا من التكنولوجيا الإيرانية في تطوير المسيرات والصواريخ البالستية، وحقيقة إنها الآن تجاوزت منطقتنا وليست بالأمر المفاجئ لنا، ونعتبر هذا تنبيها علينا معالجة تكنولوجيا المسيرات الإيرانية وتأثيرها، ونؤمن بأن ذلك يجب أن يتم عبر الحوار، وهذه القضية دائما مطروحة. وأوضحنا لإيران أن نشر التسلح بأي كان غير مفيد للمنطقة. من المرتقب أن توقع الأطراف السودانية على صيغة محدثة لاتفاق جوبا اليوم بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سيلفا كيير. البرهان قال إن الجيش ليس مواليا لأي حزب. الجيش ما عندنا حزب ولا موالي لنا لزول ولا عندنا حاجة مع زول، لأن حقنا الشعب السوداني ده وبنتمر بإمرته. في مجموعات بتحاول تصطاد وتحاول تتبنى مواقف للجيش، الجيش ما عندهم حزب، لا ذلك الحزب يتبنى موقفه ولا هو يتبنى له موقف حزب. الجيش ده مؤسسة مستغلة، إذا دخلت في السياسة بتخرب البلد، وإذا دخلت السياسة في الجيش بتخرب الجيش. عشان كده نبعد الجيش ده من السياسة، ونقول للسياسيين إذا كانوا بيجاي بيجاي، ما في زول يزاوج باسم الجيش. في ناس استغلوا الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت وبدوا يهولوا ان الجيش عدو لفئه معينه، احنا ما عدو، لا عدو للحريه ولا التغيير، لا عدو للكتله الوطنيه ولا موالين لده ولا ده ولا ده. كل الناس دي سودانيين وعندنا زي بعض ودارين انهم يتفقوا عشان البلد دي تمشي للامام. أصدر الرئيس التونسي قراراً بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات. وقالت رئاسة الجمهورية إنها بأمر من الرئيس دعت المسؤولة الأوروبية لمغادرة تونس خلال 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه، بعد أن أدلت بتصريحات اعتبرت تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي. إذاعة موزاييك نقلت عن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن قرار ترحيل لينش وصمة عار لا تشرف تونس وستضر بمصالحها.
معارضة اعتبر أن الخناق يشتد على السلطة داخليا وخارجيا، داعيا إلى توحيد الصف لإحداث تغيير على رأس السلطة. الشابي أشار إلى أن رقعة المقاومة تتسع، أن الوقت حان لتتجاوز المعارضة ما يفارقها وتأجيل الخلافات لحين عودة الشرعية. الشابي قال إن الاستقرار هو شرط لحل الأزمة الاقتصادية في ظل قيادة تملك رؤى وقدرة على توحيد التونسيين عبر الحوار. ضرب زلزال بقوة 5 درجات وعشري الدرجة على مقياس ريختر تركيا مساء السبت بحسب المركز الأوروبي لرصد الزلازل. ووفقا للرصد يقع مركز زلزال شمال غرب مدينة كهرمان مرعش التي تضررت بشكل هائل من الزلزال الأول وعلى عمق 10 كيلومترات. وشعر السكان بالهزات الأرضية في كهرمان مرعش وفي أديمان وغازي عنتاب المجاورتين. إلى ذلك قال رئيس إدارة الكوارث في تركيا إن جهود البحث والإنقاذ التي شاركت فيها 80 دولة ستنتهي مساء اليوم الأحد في 10 مقاطعات، لافتا إلى أن قرابة 20 مبنى متبقيا في كهرمان مرعش بينما يتواصل العمل في أديمان. وأوضح المسؤول أن عدد القتلى ارتفع إلى 40,642 قتيلا في تركيا، وأن أكثر من 5,700 هزة ارتدادية حدثت منذ بدء الزلزال قبل 13 يوما وحتى الآن. قصفت القوات الأوكرانية منطقة كيفيسكي وبلدة ياسينو فاتايا في جمهورية دونيتسك الانفصالية ب12 قذيفة مدفعية مع الساعات الأولى من صباح اليوم وفق مكتب مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. من جانبه دمر الجيش الروسي معقل القوات الأوكرانية في لوغانسك شرق أوكرانيا بصاروخين حراريين وفقا لتقارير إعلامية. ختام هذه النشرة مشاهدينا، دائما يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء.